يجبرون على التراجع، وهذا امور علميه حتى يعني. وحتى بصير مسألة اسئله عندما ارسل سؤال عن معاويه بن سفيان قالوا يقولوا انك تنتقد معاويه بن سفيان، ارسلوه هم يقول وزاره الداخليه طبعا، قلت له هذا السؤال ما هو منك، هذا شيء ارسلوه هناك ناس في الوزاره، رد عليهم محمد مسعود يقول خلوا معاويه في قبره لا تطلعوه، خليه مستريح في قبره، ما في داعي نطلع الفضائح. فما رجعت اسال من هذا النوع بعد ذلك، كان ما تمشي هذه الاسئله، بس انت تكتب الرد ويرفع الجهات المعنيه، وكان اسئله تاتي بالفاكس ويرسل بالفاكس طبعا، هذا مصيبه يجيبوا عنده فاكسات ويجي يقراها علي، فأوقفها عند هذا. والقصة الثانية التي حصلت النوعية التي ظهرت مؤخرا وكثرت تقريبا من أيام ما ظهر المرجفون المدينة المدخلي وجماعته، اللي هي قصة أنه دائما في أي حلقة من الحلقات يوجد جماعة من المدخليين والجاميين إما يرفعون أصواتهم بالصياح وإما يشددوا الموضوع وإما إلى آخره، مثل ما حصلت مثلا عندما فات أناس لم يستطيعوا دخول عرفات بسبب سوء ترتيب المرور في الحج. نعم. فصار نقاش يعني ايش عن حجهم وكذا، فقال الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه موجود، فانا كنت بصفه موجود، فقلت يا شيخ يعني اعتقد انه الامر يعني ما هو صعب ان شاء الله في سعه، لانه هذا اللي لم يدخل عرفات بسبب الازدحام تعتبر عرفات تمددت، لانه خلاص ما استطيع الدخول مزدحمه، فكل من جاء يعتبر في عرفات بالتصاق، يعني صارت التسعة عرفات، هذا التخريج الوحيد الممكن. لكن السؤال يجب ان تسال الدوله كيف هؤلاء الشرطه يتحملهم يعطلوا الناس ووقفوا المرور ويحوسوا الدنيا. كان في واحد رجال كذا قليل صغير مثل اللي على الصبية وحدود اليمن، تعرف جسام صغير وكذا. قال يا شيخ ما ادري ايش سال عن قضيه، ما ادري عن حيضه ونفاسه وكذا، فشتت الموضوع. استغربت قلت من هذا اللي خرب، بدا الشيخ يتكلم، ابن عثيمين بدا يتكلم يعني بنوع من الطلاقه، جاء عطل الشيخ وقف الموضوع وحول الى موضوع ثاني ما له علاقه بالحج. بعدين سالت من هذا؟ قال ما تعرفه، هذا ربيع المدخل نفسه. لا حول ولا قوه، راس الدبابيس المداخل الله المستعان. فيعني هذا معروف، فاذا هذا هو يعني الشك على القدم، هم يعني يشتتون حل الاشكاليه هو الحل الجذري، والحل الجذري هو وحده الحل الصحيح مثل هذه الامور، وهو الغاء الكنيسه حيث لا تكون هناك كنيسه. نعم. تكون الاسلام هو المرجعيه، الكتاب والسنه هو المرجع العليا للجميع. دكتور يعني من الامور اللي يعني فيها كفر بواح عندنا فيها من الله برهان، وهي ترخيصهم بالبنوك الربويه. كثير من الناس يقول ما هذا ما هو ربا، كل اعمال البنوك ليست ربويه، وخالفوا اجماع اهل الاسلام كله. لكن هذا يعني الدوله تدعي ما تشاء، ولكن المسلمون يعلمون انها ربويه. اذا ادعوا ذلك عندنا برهان بهذا الشيء، ولكن ياتي دكتور من هم معروف يعني ما يسمون بالجاميه والمدخليه، يقول يعني هو يعني فاسق بهذا لانه لم يستحلها في قلبه. هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني، تكفير الحاكم عن تكفير هذا موضوع اخر، لكن هذا بدون شك انه مخالفه مقطوع بها، هم ما ينكرون هذا، حتى الجاميين ما وصلوا الى حد هم يقولون ان هذا منكر، ولكن يعني هذا عن موضوع دخل طريقه ارجائيه في يعني ما هو طريقه ارجائيه، طريقه زنديقيه اللي هو يجعل الاسم يجعل من 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 زنى مثل من استحل الزنا مثل من امر بالزنا، هذه اشياء مختلفه. هل من زنى مثل من امر بالزنا ولم يزي هو بنفسه؟ فسؤال ما هي حقيقته؟ هو زاني ليس زاني، لم يزني وإنما أمر بالزنا، يعني قال كيف على الزنا معناها أمرتك به جعلت واجب عليك وليس فقط مباح، هذا أمر كفري صريح، لكن هذا لا يفقهون دواب. مشكلة إذا كانت تتعامل مع ناس لا يستخدمون عقولهم وحال عقولهم على التقاعد حتى يخرجوا من حرج معين. نعم. مشكلة، ولهذا يجدون صعوبة مثلا انه يزيد يامر من وجهه الى المدينه في بعد الحره يقول خذ منهم ان لهم في يزيد في معاويه يزيد معاويه لهم في عناقهم انهم عبيد ليزيد في طاعه الله ومعصيته، هذا نص كفري والامر به كفر، واخذ هذا كفر الرجل وخلع الناس بالسيف. عبيد ليزيد في طاعه الله ومعصيته هذا نص كفري والامر به كفر، واخذ هذا كفر الرجل وخلع الناس بالسيف. عبيد ليزيد في طاعة الله ومعصيته هذا نص كفري والأمر به كفر، وأخذ هذا كفر الرجل وخلع الناس بالسيف. واستباح المدينة ثلاثة أيام ويدافعون عن أمير المؤمنين يزيد. فهذه لماذا يدافعون يا دكتور؟ يعني هل هي فقط نكاية في الشيعة مثلا؟ لا يدافعون عن شيخ ملوكهم مثل هذا، يقول ملوكنا مثله يعني ما هم أحسن من يزيد، إذا يزيد أمير المؤمنين فهذول أمراء. أقل يزيد يا دكتور يعني مهما كان هؤلاء يعني كانوا خلفاء يعني اسميا، ولكن كانوا شجعان يا دكتور يخرجون ويرسلون الجيوش. هذه هؤلاء يعني لا يستطيعون يعني لا يرسلون الجيوش إلا على يعني ولي الأمر أبدا بالمصلحة والأمة ضعيفة وما تستطيع تحارب الأمريكان، إذا إن شاء الله قويت يعني. وشفنا احنا في حرب الحوثيين يا دكتور كيف يعني صاروا مثل العصافير في بعد 20 سنة من حرب الخليج، وبعد انصرفوا تريليونات من حرب الخليج، ما هو مليارات من الريالات، تريليونات من الريالات من حرب الخليج، قلنا على الأقل حرب الخليج أعطتهم درس. نعم.
يكفي الفضيحة أنهم اضطروا يجيبوا 600 ألف كافر يحاربوا عنهم ويدمروا العراق ويسفكوا الدماء ويفتحوا باب شرق إلى الآن ما قفل وما زال ما زال هو هذا هو ترى أول فتحة باب اللي أتأدي إلى دمارهم أدى إلى دمار الحكام المحيطين وستصل إليهم النار اللي نشأت يعني هذه الشعلة التي أشعلت ولا الخشب المتراكم جاف وفيه عفن ونتن يحتاج إلى حرق لكن هذه اللي بدأت الشعلة وانتشرت منها من هذه بدأت حركات القاعدة ومن على الحرب على الصليبيين واليهود ومن التطورات هذه كلها والحادي عشر من سبتمبر كلها التطورات لهذه وستصل إليهم ومع ذلك لم يتعلموا جيشهم ما زال هزيل وعاجز حتى عن محاربة جماعة حفاة في رؤوس الجبال